مراد البارح قص علينا الضوء السيد الاستاذ عبد الرزاق الخلولي من مساندين المسار ورافعين لواء المسار، مستعدين نشعلوا بالشمع بالفنار بالقنديل بالاناره البدائيه الكل، والرجوع للوراء نو، لن تمروا مهما حاولتم. تدوينه منسوبه لسي الخلولي هذا مناصر ليه. ايش قولك سي مراد؟ وتعرف اتفاقيه الشراكه كان مبرمج ان تونس تعطي ان تعمل اتفاق الاكتفاء الذاتي وتمد اوروبا وايطاليا بالاناره عن طريق الطاقه المتجدده. وتحدثت على موضوع الطاقه ومتاع شو اسمه معناها تحدثت عليها ممثله الاتحاد الاوروبي وغيره، وقلنا ان ذاك مجرد شعار لتمرير الهدف الاول من الاتفاقيه وهو مراقبه السواحل الاوروبيه من قبل التونسيين. هذا اعطينا فيها راي. وبالتالي ثم مشكله كبيره راهي في تونس في مشكله الطاقه وما الى ذلك، ثم مشكله حقيقيه معناها التصدي لها راهو ما يكونش لا بالشمع ولا بالفنارات. انا ما نحبش نناقش النوعيه هذه من العباد اللي هي نتاع طبايل الزكره معناها، يعني الكلام عام ما عنده حتى معنى. شنو يشعلوا بالفنار؟ يا اخي احنا نحبوا الضوء يتقص. في البارح عشرات المؤسسات تعطلت يا سيدي، مسابح يا سيدي، وسائل نقل، مستشفيات يا استاذ ما خدمتش. وبالتالي ما هم حتى حد يحب يقوم الصباح يلقى مؤسسه ماشينها ما تخدمش. دونك كي تتكلم هكاك شنو معناها؟ معناها راه ثم شكون يحب يعمل هكاك؟ ثم شكون هكا برمجها الحكايه؟ رومانسيه وباش يضيء ربما بالنور الرباني نتاع المسؤولين نتاع ما بعد 25 جويليه، راهم كافي باش يضوونا النور. هذاك ما عنده حتى معنى كلام معناها نتاع تزلف بدائي معناها، يعني بسيط ريديمونتيغ معناها، لا يقنع حتى الذي يتوجه اليه، لانه يعرف انه وراءه ما وراءه انه هو نوع من النفاق وطلب المناصب كما قال قيس سعيد نفسه، وبالتالي لا فائده في تكرار ذلك. كي تبدا فما مشكله نشخصوها بالبداء ونفكوها ونخموا في حل، ولا نلصقوها في مؤامره ونلصقوها في متآمرين، ووقتها نقعدوا طول عمرنا نحكيوا على متآمرين وما يصير حتى شيء في الدنيا. هذا هو الاشكال في هالبلاد هذه، يا تعمل هكا بالكدا يا تخدم بالكدا، يا اما تدخل في حتى ما دون الشعبويه، خاطر الشعبويه فيها شويه منطق، اما بالشعر وفنارات ونعيشوا بفنارات ونرجعوا للحاله البدائيه ذو قال هكا معناها، شنو هي هذا؟ وانه يصدر على شخص المفروض يكون قاري معناها. نعم. ما يجيش يعني شو؟ يعني تحب تهمنا اللي فما شكون عمل هكاك؟ يا خويا كان عمل وكان يحصل توا الشعب التونسي كل يتحامل عليه ويتصرف معاه، ماكش مطالب انت بركه باش تجي ضده. نعم ديما للاسف بمعنى في كل مجتمع في كل وضعيه سياسيه تلقى ناس تتمعش تعتاش من تلك الاوضاع، تقتات منها، تبرح حويجه. انت والسياق والقطاع اللي تخدم فيه وذي نعرفوه راهو اونديتاج، مش نفس نحكي على المحامي اما بصفة عامة مش المحامين برك، كل واحد كيفاش يحاول يقتتم لأنه الإنسان يقتات بكرامة ويحافظ على كرامته وما يظلمش الناس، راهو هذا أكبر شرف معناه. شنو جيت كأنك فما شكون عمل الجريمة هذه وأنت تو نعمل وتو نتبعوك اللي يشدهم تو. هو بلغنا أنه فتح تحقيق أعتقد على جماعة الفرادس في التعيستات. إي هو راهو اسمعني سي حسين، راهو في وضعيات كما هكا يلزم يقع تحقيق. علاش؟ باش نعرفوا الغلطه منين والتقصير منين، الجانب التقني والجانب الهندسي، وفماشي حاجه خارج الاطار هذا، على خاطره في الحقيقه تو ثم تساؤلات تطرح. الى المولد نتاع رادس ماهوش هو برك، يظل فما سوسه وغنوش معاه، كيفاش يقصوا ثلاثه؟ هذه اسئله في نفس الوقت. أنا نعم انسان عادي اي نطرحها معناها، ولكن هذه يلزم ثم تحقيق راهو حتى في وضعيه معناها عاديه وما فما حتى اشكال سياسي ولا اجتماعي، يلزم ثم تحقيق لتجنب انه تقع ظروف ما اخطر، وهذا طبيعي لانه هذا يقع في ما صارش قبل في امريكا معناها في مناطق شاسعه معناها ونجد عليها نهب وما الى ذلك. دونك كي توجد اما ان نحولوه الى بندق نتاع صراع سياسي وهات انت ايش عندك وذا راهو عملوا فلان وكذا، التحقيق بالطبيعه لازم تحقيق، ولكن حبيت تتعدى المساله
دون أن يحقق أحد في الموضوع معناه الموضوع تقصه فما اختر كان موجود نجم يقع ولا خمس إشكالات. فهذا كان مطلوب للأسف التعاطي تاع مختلف الأطراف لا سيما المفسرون وأتباع قيس سعيد مع بعض الإشكالات لو تعاطي بسيط جدا وما عنده حتى معنى لا يقنع أحدا بما فيها من يظنون أنهم يستفيدوا منه لأنه لا يستفيد منه أحد في نهاية الأمر. نعم هو نوع من السخرية أو الضحك على ذقون الناس. بالتالي إن شاء الله تبدل الأوضاع هذه قطر أدخلنا فيها توعن مديدة طويلة معناها وللأسف سنة بالغ معناها باش غدوة تتنحى ولا يولي وضع آخر مختلف. ما زلنا نرى أصنافا وما زلنا نرى أهوالا من هذه الأوضاع من المؤسف. ربي صبرنا أخوي شكلك